صرحتي انك بترفضي تقديم مشاهد الاغراء. مظبوط. وده واضح، وعمرك ما عملتي اي مشهد اغراء، وعمرك ما عملتي الحاجات دي، وده حقيقي. مظبوط. بس انت في حياتك ممكن تكوني جريئه حبتين، تحبي تلبسي، تحبي تتصوري، ده حقيقي. ساعات الناس تشوف ان ده تناقض. لا ده مش تناقض. تردي عليهم تقولي لهم ايه؟ لا ده مش تناقض خالص. انا حياتي الشخصيه حره فيها. البس اللي انا عايزاه والبس اللي يليق عليا. انا النهارده كنت معاكي في البرنامج مش كده؟ كان عندي دريس تاني هلبسه. ايوه. قلت لك ايه؟ مش هينفع، مش عايزه البسه. ليه؟ عشان هو مكشوف حبتين. هو انا كده بلبس في المكان المناسب اللبس المناسب. طبيعي انا مثلا على بحر هلبس مايو، اكيد مش هلبس عبايه ومش هلبس دريس. بس الناس تعاد تقول لك ما انت مش لازم تتصوري بالمايو وتنزلي. انا حره بقى. كل واحد حر. انت حر ما لم تضر. هو كده، انا ما بضرش حد، انا حر اعمل اللي انا عايزه. دي حاجه ما تزعلش. كل واحد هو يعني، ولا انا بعمله ده مش كل الناس بتعمله. اشمعنى انا بس اللي قاعده وحط... عشان انت ست حلوه، عشان انت ست ملفته. الله يجبر بخاطرك. طيب اخر كارت بجد. اه والله ده الاخر. طيب ناخد ده. أربعة. ما بحبش الرقم ده بس ده يوم عيد ميلادي. طيب رقم أربعة. هاجمتي مهرجان الجونة. أنا هاجمت مهرجان، وقلتي أنا مش من الشلة اللي بتروح الجونة. وما جالكيش دعوة للمهرجان. مظبوط. إيه حقيقة الكلام ده؟ لا حد كان بيكلمني بيقول لي أنت ليه ما بتحضريش المهرجان بتاع الجونة؟ قلت له يا جماعة أنا مش من الشلة بتطلع الجونة، ومحدش أصلا بيبعت لي دعوة. هي اتبعتت لي مرة واحدة أول مرة خالص وانا ما روحتش. بس